طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا بدعا لله داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. مرحبا يا مصطفى، نورك غالي أضاء، رغما في الملحدين ضوء عم البقاء. زاد شوقا واشتعال سائقا، أضعني سربي نحو هاتيك البقاء. طلع البدر علينا من النبي الأمين رضي الله تعالى عن صحابته الغر الميامين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نشكركم جزيل الشكر على اقتراحكم لهذا الموضوع بمناسبة اجتماع ذكريات الهجرة النبوية بذكرى عيد الشباب. وكلما تزامنت الأفراح واقترنت الذكريات واجتمعت المسرات، كان إيذانا بالنصر والفتح والفرج. فالهجرة النبوية جاءت تفريجا لهم كبير، وأزمة خانقة، وشدة كادت تخنق أنفاس النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه. فبالهجرة هجر الله تعالى عنهم هذا الكابوس، وخفف عنهم العناء، فساحوا في الأرض متحررين، يتحركون كما يشاءون، وكما تشاء لهم هذه الدعوة وهذه الصحوة المباركة. ونحن نتبرك بهذه الأزمنة التي تحل بنا، ونتيمن خيرا بالفرج القريب وتنفيس ما أهم الناس من هذا الوباء وهذه الجائحة التي لا تزال تجتاح الدنيا. ونردد مع الشاعر قوله: ولقد جربت هذا الدهر حتى أفادتني التجارب والعناء، ما من شدة إلا سيأتي من بعد شدتها رخاء. ونحن نحفظ ونردد مع المنشدين دائما قولهم: اشتدي أزمة تنفرج، لقد آذن ليلك بالبلج. وثمرات الهجرة، هذا المحور الذي اقترح للحديث عنه، لا تكفي هذه الدقائق لتفصيل الكلام فيه، ولكن سأكتفي بثلاث إضاءات، أطلقها أختمها بشموخ الأمة الإسلامية وعزتها
إذ تعرف لذكرى فاتح العام الهجري الجديد قيمته ومكانته. فالإضاءة الأولى التي يمكن أن تضيئها لنا هذه الهجرة النبوية وأنها توحي بعظمة هذا القائد المجاهد، عظمة حبيب الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في دعوة الحق وإعلاء كلمة الله تعالى. فالناس لم يكونوا قد ترسخت لديهم عظمة هذا الرجل وشدته وقوته فيما يقوم به من عمل وفيما يؤديه من رسالة. وجاءت الهجرة لترسخ في نفوسهم عظمة هذا القائد ومكانته وقيمته. والإضاءة الثانية تشير إلى إخلاص صحبه الكرام وأتباعه ومحبتهم لهذا القائد الرسول ولدين الإسلام. فالناس كذلك وهم في مكة لم يكونوا قد اقتنعوا بحب هؤلاء لهذا النبي، وكانوا يعتقدون على أنه حب مزيف، أنه لا يعدو أن يكون ذلك نزوة عابرة. لكن عندما جاءت الهجرة ترسخ لديهم حب هؤلاء للنبي صلى الله عليه وسلم، مما جعل زعيمهم يومئذ وقائدهم أبا سفيان يقول كلمته المشهورة: ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. الإضاءة الثالثة تشير إلى الرعاية الربانية للمخلصين الأوفياء لدين الله تعالى، فتتجلى هذه الرعاية واضحة ساطعة كسطوع الشمس من خلال هذه الهجرة النبوية. ولذلك يمكن أن نعتبر الهجرة من أعز الذكريات وأعظمها وأجل ما عرف التاريخ من تضحية في سبيل الحق والعقيدة والإيمان. هي ثلاث إضاءات: عظمة هذا الرجل وهذا القائد وهذا المجاهد، والتي تتجلى حين تناسى الدنيا وما عليها، حين جاد بالنفس إذ حملها على كفه أمام المتربصين به، وذلك أعز وأغلى أنواع الجود وأقصى ضروب الجهاد. القرآن الكريم يسجل هذه التضحية وهذه العظمة في سورة الأنفال عندما يقول سبحانه: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. عظمته صلى الله عليه وسلم تجلت عند خروجه من بيته وهو يحثو على تلك الجماعة وعلى صفوفهم المتربصين دون خوف ولا خشية، وكذلك عندما التجأ إلى الغار مختبئا فيه هو وصاحبه إذ هما في الغار يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. عظمة هذا الرجل نقرأها عندما يواصل هجرته ويقطع الفيافية والصحارية في قيض محرق تتلظى له رمال الصحراء، ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يعبأ بآلام السفر ولا بعنائه. لماذا؟ لأن الصعاب تهون لدى همم الرجال من أجل مستقبل سعيد ينتصر فيه دين الله الذي
تسعد به الدنيا ومن عليها، فلم يكن ينتظر سعادة لنفسه أو لأهله أو أسرته، وإنما كانت سعادته ينتظرها لهذه الدنيا كلها. وإذا تتبعنا هذه المسيرة في هذه الهجرة، فإن عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم تتجلى في هذه المسيرة الموفقة، عندما أسس أول مسجد بقباء، المسجد أطهر بقعة، أنظف مكان، فيه يتربى ويتكون الرجال. أول ما أسس الرسول صلى الله عليه وسلم بمجرد نزوله بقباء وهو على مشارف المدينة، المسجد نسس على التقوى، من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. فهذه هي عظمة الرسول، تتجلى في أبهى صورها عندما يستقر به المقام بيثرب. فأول ما يفعل صلى الله عليه وسلم وهو يستقر بيثرب أنه غير اسم هذا المكان، غير اسم المكان، فأصبحت يثرب هي المدينة المنورة، ومباشرة يؤسس بها كذلك مسجده الكريم النبوي الشريف، ويشرع صلى الله عليه وسلم في إقامة الدولة الإسلامية المنظمة، المنظمة، اسمع جيدا، وجمع كلمة الناس فيها وأكد على وحدتهم، فآخى بين الوافدين المهاجرين والمقيمين وهم الأنصار، آخى بينهم تلك الأخوة التي لم يشعر معها أي وافد مهاجري بوحشة أو غربة في الوطن الجديد. اسمع، ويؤثرون على أنفسهم الكنف، هذا هو شعارهم، شعار سكان هذا المكان وهذه المدينة، ويؤثرون على أنفسهم الكنف بهم خصاصة. عظمة تتجلى في هذه المواخاة العجيبة الصادقة بين المهاجرين والأنصار، والتي كانت من أكبر عوامل القوة والمنعة التي اكتسبتها الدعوة الإسلامية عندما توحدت بوحدتها كل القوى، فكانت قوة في العقيدة، قوة في الجهاد، قوة في ميزان الاقتصاد، وهذا مهم جدا. فالهجرة دائما تشكل عبئا على الدولة، ومشكلا في اقتصادها وتجارتها وعيشها. انظروا الآن إلى هذه الدول العظمى والكبرى، أول ما يؤرقها ويقلقها هي هذه الهجرة المكثفة التي تتلاحق وتتوالى، ولا هؤلاء الوافدون الذين يفدون بكثرة ويقطعون البحار ويهجرون من بلدانهم. أول ما يؤرق، أخطر ما يؤرق هذه الدول العظمى رغم قوتها ورغم مناعتها ورغم اقتصادها الكبير، رغم جيوشها، فإن الهجرة تؤرقها وتحدث فيها مشكلا وأي مشكل. لكن هذه الهجرة المحمدية نزلت خيرا وبركة وتوازنا في كل ذلك، فاستيقظت المدينة المنورة على صبح سعيد كله جمال وجلال. فهذا درس، هذه ثمرة يجب أن يعيها جيد شبابنا. فالهجرة توحي، الهجرة النبوية توحي بعظمة محمد وجلال محمد وقوة محمد وصلابة موقف محمد صلى الله عليه وسلم. وصدق الله العظيم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وصدق الشاعر عندما يقول: وهل حرر الأفكار
إلا محمد فعودوا إلى قرآنه وتحرروا. ويقول شاعر آخر: البدر دونك في حسن وفي شرف، والبحر دونك في خير وفي كرم، أخوك عيسى دعا ميتا فقام له، وأنت أحييت أجيالا من العدم. إذا كان عيسى قد أحيا ميتا واحدا وهو من جملة معجزاته، فإنك يا محمد قد أحييت ولا تزال تحيي أجيالا تلو أجيال. هذه جملة من الإضاءات أردت أن أطلقها لأصل بكم إلى خاتمة هذا المحور، حيث يحتفل المسلمون بذكرى الهجرة، والتي تتزامن عندنا في المغرب بذكرى مرور 57 سنة على ميلاد أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، هذا الميلاد السعيد الذي يبشر بكل خير. فهذه الاحتفالات هي في الحقيقة احتفالات بعزة هذه الأمة الإسلامية العظيمة. احتفالنا هو تعبير عن اعتزاز هذه الأمة بشخصيتها الإسلامية التي ليست شرقية ولا غربية ولا اشتراكية ولا رأسمالية، هي إسلامية وكفى. فشهر الله، شهر الله محرم الحرام الذي يؤذن أو الذي نفتتح به سنتنا كل عام، تاريخ يقف بشموخ يبرهن للعالم على استقلال هذه الأمة، استقلالها بمنهجها المتميز المستقى من عقيدتها وحضارتها. هذا تاريخ يجب أن نتعلمه ويجب أن نقرأه ونعلمه، فالمستقبل دائما للأمة التي تحفظ تاريخها وتقرأه وتتعلم منه جيدا. قضية التوقيت وقضية التاريخ نفرط فيه تفريطا ملحوظا اليوم، لكننا في المغرب والحمد لله، وهذا بشهادة غير واحد، لا نزال نحتفظ ببصيص من هذا التاريخ الهجري، فنراقب الهلال كل آخر شهر هجري، ونعتمد المراقبة الحقيقية التي ينتصب لها في كل عمالة وإقليم طاقم عريض ممن يحققون الرؤيا من عدمها. التاريخ الهجري قضية أجمع عليها المسلمون في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عبقرية عمر تفتقت عن هذه القضية. إذا كان عمر يحسب له فقط هذا من عبقريته، إذا كان لعبقرية عمر أن تحسب لها فقط هذه القضية فيكفيه فخرا، وهي لها هي لها مغزى وعبرة يجدر تذكره خاصة، يجدر أن نتذكره خاصة، وأن دنيا الناس عندنا فتنوا بالتقليد الأعمى والتشبه بغيرهم في تواريخهم. أمتنا ذات مجد وحضارة ومنهج مستقل أساسه القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وهذه المراجع وهذه المصادر من السيرة ومن الملاحم ومن الثورات ومن الانتفاضات ومن غيرها. الله تعالى يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى. التاريخ الهجري تاريخ عملاق لهذه الأمة، كما هو الأذان الذي هو شعارها المتميز والمتضمن لكلمة التوحيد والعبودية لله وحده. نحن والله لا نستسيغ أن يكون لنا تاريخ بهذه القوة
وبهذه المكانة، ثم نحيد عنه إلى تاريخ آخر، فهي إنها التبعية التي لا طائل تحتها، إنه التقليد الفاشل الذي لا يأتي بنتيجة. تاريخنا عبق عطر فواح بجلائل الأعمال وعظائم الأمور وعظم المنجزات. أفنى قومنا أعمارهم في تأسيسه وفي خدمته، فلا تقوم لنا قيامة في دنيا الناس، ولا تكون أمتنا رائدة في الحياة إلا باستحضار تاريخها والاهتمام به الاهتمام اللائق والواعي. فلا مستقبل لأمة لا تحترم تاريخها. المستقبل تصنعه الأمم التي تحترم تاريخها وترعاه حق الرعاية. والله تعالى يقول: وكلًا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. لقد كان في ويقول لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الأبصار. وأريد أن أختم هذه المداخلة بقول ابن القيم رحمه الله، ويتحدث عن التاريخ في ثلاثة أسطر. يقول: التاريخ من أعظم العلوم أدبا، وأعذبها منبعا، وأهناها مشربا، وأنورها مطلعا، وأحلاها في القلوب موقعا. لم تزل محاسنه طاروق، أي تعجب الناظر، وفوائده تفوق، أي تزداد، تنمو وتزداد، وفرائده تشوق، أي يشتاق إليها. هذا هو التاريخ كما يتحدث عنه ابن القيم، وتحدث عنه غير واحد من علمائنا، وله مصادر مهمة جدا. فهذه إضاءات أردت أن أطلقها في هذا المحور الذي هو بعنوان ثمرات الهجرة. وأدعو الله تعالى أن يوفقنا لما فيه الخير. أشكركم جزيل الشكر، أشكر السيد المندوب الإقليمي للشؤون الإسلامية، أشكر الإخوة القائمين على هذا المنتدى الكبير والعظيم الذي نريد له أن يستمر لتقديم هذه الأنشطة وهذه الندوات وهذه المحاضرات. وأشكر كل المستمعين وكل الحضور الفضلاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بذكر الهجرة والتي تتزامن عندنا في المغرب بذكرى مرور 57 سنة على ميلاد أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، هذا الميلاد السعيد الذي يبشر بكل خير. فهذه الاحتفالات هي في الحقيقة احتفالات بعزة هذه الأمة الإسلامية العظيمة. احتفالنا هو تعبير عن اعتزاز هذه الأمة بشخصيتها الإسلامية التي ليست شرقية ولا غربية ولا اشتراكية ولا رأسمالية، هي إسلامية وكفى. فشهر الله، شهر الله محرم الحرام الذي يؤذن أو الذي نفتتح به سنتنا كل عام، تاريخ يقف بشموخ يبرهن للعالم على استقلال هذه الأمة، استقلالها بمنهجها المتميز المستقى من عقيدتها وحضارتها. هذا تاريخ يجب أن نتعلمه ويجب أن نقرأه ونعلمه. فالمستقبل دائما للأمة التي تحفظ تاريخها وتقرأه وتتعلم منه جيدا. قضية التوقيت وقضية التاريخ نفرط فيه تفريطا ملحوظا اليوم، لكننا في المغرب والحمد لله، وهذا بشهادة غير واحد، لا نزال نحتفظ ببصيص من هذا التاريخ الهجري. فنراقب الهلال كل آخر شهر هجري، ونعتمد المراقبة الحقيقية التي ينتصب لها في كل عمالة وإقليم طاقم عريض
ممن يحققون الرؤيا من عدمها. التاريخ الهجري قضية أجمع عليها المسلمون في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عبقرية عمر تفتقت عن هذه القضية. إذا كان عمر يحسب له فقط هذا من عبقريته، إذا كان لعبقرية عمر أن تحسب لها فقط هذه القضية فيكفيه فخرا، وهي لها هي لها مغزى وعبرة يجدر تذكره خاصة، يجدر أن نتذكره خاصة، وأن دنيا الناس عندنا فتنوا بالتقليد الأعمى والتشبه بغيرهم في تواريخهم. أمتنا ذات مجد وحضارة ومنهج مستقل أساسه القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وهذه المصادر من السيرة ومن الملاحم ومن الثورات ومن الانتفاضات ومن غيرها. الله تعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. التاريخ الهجري تاريخ عملاق لهذه الأمة، كما هو الأذان الذي هو شعارها المتميز والمتضمن لكلمة التوحيد والعبودية لله وحده. نحن والله لا نستسيغ أن يكون لنا تاريخ بهذه القوة وبهذه المكانة ثم نحيد عنه إلى تاريخ آخر، فهي إنها التبعية التي لا طائل تحتها، إنه التقليد الفاشل الذي لا يأتي بنتيجة. تاريخنا عبق عطر فواح بجلائل الأعمال وعظائم الأمور وعظم المنجزات. أفنى قومنا أعمارهم في تأسيسه وفي خدمته، فلا تقوم لنا قيامة في دنيا الناس، ولا تكون أمتنا رائدة في الحياة إلا باستحضار تاريخها والاهتمام به الاهتمام اللائق والواعي. فلا مستقبل لأمة لا تحترم تاريخها. المستقبل تصنعه الأمم التي تحترم تاريخها وترعاه حق الرعاية. والله تعالى يقول: وكلًا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الأبصار. وأريد أن أختم هذه المداخلة بقول ابن القيم رحمه الله ويتحدث عن التاريخ في ثلاثة أسطر. يقول: التاريخ من أعظم العلوم أدبا وأعذبها منبعا وأهناها مشربا وأنورها مطلعا وأحلاها في القلوب موقعا. لم تزل محاسنه طاروق، أي تعجب الناظر، وفوائده تفوق، أي تزداد، تنمو وتزداد، وفرائده تشوق، أي يشتاق إليها. هذا هو التاريخ كما يتحدث عنه ابن القيم، وتحدث عنه غير واحد من علمائنا، وله مصادر مهمة جدا. فهذه إضاءات أردت أن أطلقها في هذا المحور الذي هو بعنوان ثمرات الهجرة، وأدعو الله تعالى أن يوفقنا لما فيه الخير. أشكركم جزيل الشكر، أشكر السيد المندوب الإقليمي للشؤون الإسلامية، أشكر الإخوة القائمين على هذا المنتدى الكبير والعظيم الذي نريد له أن يستمر بتقديم هذه الأنشطة وهذه الندوات وهذه المحاضرات، وأشكر كل المستمعين وكل الحضور الفضلاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.